اجى واحد انسان ما راضين عنه والله عدم صدام حسين وما ديت والله ابو هش صدام حسين عدم اخويا وعدم زوج اختي وحبس اختي وانا واخويا صدروا علي شو يسمونه شلون تعال يسمونه مو بالعدم ومو هو عدم صدام هو توعدت وعدمت بارك الله بيك بس اللي عدمه وبالاعتراف صديق الكاظمي صديق المالكي طلع بالتلفزيون قال اتصل ببوش وقال له بوش ترى صدام يردون يطلعوه قال له اعدموا الان هاي البطوله اني اكشف حقيقتها وقال ها والله العظيم مو صحيح المهم والله عزة الشعب اندر مو صحيح وحسن العلوي سمعت له تصريح اليوم ايش يسمونه مو صحيح والله العظيم حسن العلوي قال له اليوم خلاص سمعت تصريحه مو اللي عند مو صدام مو اشرف فيني وقال له تعال اخي لا حد داز على حسن العلوي ولا قلنا له تعال اخي انا رئيس المحكمه في ذلك اليوم انا رئيس محكمه التمييز ورئيس المطلق وانا صاحب انا وقعت قرار التمييز مال اعدام صدام حسين أفك من هذا الإعدام مو قرار قضائي أمريكا ما تتدخل بقى أكو غيرك يقول إحنا وقعنا والله العظيم شنو غير شنو والله غيرك غيرك يقولون هم أكو غيرك يقولون إحنا حضرنا منو حضرنا غير أنا موقع الوثيقة